هجر يلاعب فقال يا جابر بمولد لابني هذا ابن يقال له علي عليه السلام إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقوم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين عليه السلام وبمولد لعلي بن الحسين عليه السلام ابن يقال له محمد عليه السلام يا جابر إن رأيته فاقرأه مني السلام واعلم أنه بقاؤك بعد رؤيته يسيرا فلم يعش بعد ذلك جابرا إلا يسيرا أبا على من قد ذل للخلق كلهم على دين من أنهى إليه الرسالة وأبرز حكم الله بعد خفاءه وأوضح برهانا له والدلالة وبشر أصحاب النبي ببقائه علوما أجنة لم تحل المقالة حوى من صفات المصطفى بعد اسمه شمائله قد أورثته الجلالة وقد حسدته أمة السوء يا لا أمية إذ نالت هناك السفالة فاردوه مسموما على غير جرمة فآذوا رسول الله أهل الضلالة برئت إلى الله المهيمن منهم فقد قابلوا علم النبي بالجهالة فكيف لنفسي لا تموت صبابة وقد لقيت آل النبي النكالة وقتلا بسم مع قيود بسجنها وهتك احترام أتبعوه لزالة في التنصيص عليه عن أبي عليه السلام بالإمامة حين لقي حمامه فهي كثيرة جدا فمنها خبر عثمان بن خالد كما في كتاب النصوص والمعجزات قال مرض علي بن الحسين عليه السلام مرضه الذي توفي فيه فجمع أولاده محمد والحسن وعبد الله وعمر وزيدا والحسين وأوصى إلى ابنه محمد عليه السلام وكناه الباقر وجعل أمرهم إليه وكان فيما أوعظ أن قال يا بني إن العقل رائد الروح والروح رائد العقل والعقل ترجمان العلم وأعلم أن العلم أبقى واللسان أكثر هدرا وأعلم يا بني إن صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين إصلاح شأن المعاش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثاه تغافل لأن الإنسان لا يتغافل من شيء عرفه فأفطن له وأعلم أن الساعات تذهب عمرك وأنك لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى وإياك والأمل الطويل فكم من مؤمل أملا لا يبلغه وجامع مالا لا يأكله ومانع ما سوف يتركه ولعله من باطل جمعه أو من حق منعه أصابه حرمانا وورثه عدوا واحتمل أصره وباء بوزره وورده على ربه خسرا.